ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الأربعون النووية. الأربعون النووية. الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا